أهلا بيكم من نشرة البوابة سبورت. ليفربول يوثق احتفاظ صلاح بكرة الهاتريك ضد مانشستر يونايتد. حرص الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي على توثيق كل مشاهد الفوز المذهل الذي حققه فريق مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعت الفريقين في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي. وانتشر الحساب الرسمي لليفربول على إنستغرام فيديو قصير لمحمد صلاح نجم الفريق أثناء احتفاظه بكرة الهاتريك في المباراة التي انتهت بخماسية نظيفة للريدز. شوبير: تحرك عباس لن يوقف قرار عودة مرتضى لرئاسة الزمالك. كشف الإعلامي أحمد شوبير آخر مستجدات عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك بعد حكم محكمة القضاء الإداري بعودة مرتضى ومجلسه إلى منصبهم بعد أن سبق وتم حجل المجلس من قبل وزارة الشباب والرياضة. وقال شوبير في برنامجه الإذاعي عبر محطة أون سبورت اف ام إن الاستشكال الذي تقدم به ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق لوقف قرار عودة مرتضى لن يوقف حكم عودة الأخير لرئاسة القلعة البيضاء. فيفا يخطر المنتخب الوطني رسميا بإقامة مباراتي أنغولا والجابون. تلقى اتحاد الكرة اختارا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بإقامة مباراتي منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش أمام أنغولا والجابون يومي 12 و15 نوفمبر المقبل في الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات كأس العالم. واحتل منتخب مصر حاليا المركز السادس إفريقيا بعد تصنيف الفيفا الأخير الذي أوقعه في المركز 44 عالميا، بينما تحتل نيجيريا المركز الخامس إفريقيا و36 عالميا. محمد الشناوي يغيب عن مواجهتي منتخب مصر أمام أنغولا والجابون. كشف مصدر مسؤول داخل منتخب مصر أن محمد الشناوي حارس النادي الأهلي والفراعنة لن يلحق بمباراتي أنغولا والجابون المقرر إقامتهما يومي 11 و14 نوفمبر المقبل ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بالعاصمة القطرية الدوحة. وأضاف المصدر في تصريحات خاصة للبوابة سبورت أن محمد الشناوي مصاب بتمزق في العضلة الخلفية وما زال بمرحلة التأهيل. لمزيد من الأخبار الرياضية تابعونا على موقعنا الإلكتروني البوابة نيوز.com. كان معكم محمد عرفة، شكرا على حسن المتابعة.